موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايبكم مقطع روكت ليج جديد اخيرا. طبعا اللي ما يدري، المقاطع الاخيره نزلتها وانا مسافر ما عدا المقطع الاخير حق يوم العيد، بعدها قلت خلني اخذ اجازه يومين كذا وانزل لكم مقطع. قبل ما يبدا المقطع لا تنسون زر لايك وتركوا القناه اذا انتم مشتركين وفعلوا زر التنبيهات. اهم شيء ترى اغلب اللي يشوفوا المقاطع ما اشتركوا، فيا ليت اشترك. عجبك مقطع اشترك، ما عجبك لا تشترك. من الاخر يعني، في اسال في موقع روكت ليج اكستشينج راح يخصم لك 3% والكريدت عندهم ارخص من اللعبه. اذا تبغى كريدت في اللعبه، تبغى تشتري شيء في اللعبه، اشتري من روكت ليج اكستشينج، بكذا انت الفايز، راح توفر فلوس. الايتم شوب ادخل عليه، اضغط R2 وحط كود في اس ال، راح يحط لك الكود لمده 14 يوم وبعدها تقدر تشتري اشياء من هنا وزي كذا. طيب خلونا نبدا في المابات. بسم الله، على التريننج على طول، بعدين الكوستوم، بعدين حط الكواد هنا. اذا بكم مقطع لا تنسون زر لايك، ترى بيفرق معي مره. يعني ان شاء الله ان المابات تكون رهيبه. هذا اول ماب. اوكي، هذا الماب يقول لك 45 degrees flick training. انا اصلا ما اعرف اسوي فليك، فراح نشوف كيف اصلا يعطيني الكوره وكذا. بس غالبا الفليك زي كذا، ما ادري شلون. اوكي، انا سويت الحين الايرو ليفت، شوف كيف صارت الكوره. انا قاعد اجيب العيد، ما اعرف يا شباب، ما اعرف. يا الله، هي اللي عارفه انك تسوي اير رول ليفت اتوقع، او اير رول عادي، نفس الوقت راح تلف السياره وزي كذا. رفعت الكوره هذه، انا لو عندي الفيديو كان فتحته وشفت كيف يسويها بالضبط، وش يضغط اير رول ليفت رايت اير رول عادي، لان صراحه يبغى لي اتعلم عليها لانه بتفيدني مره الفلكات هذه. اوكي، هذا مو فليك بس انها يعني مشي حالك. يعطيك كم زاويه. اوكي هذا اعطاك كم زاويه كذا، تصعب عليك. خلونا نجرب ان نسوي فليب على جنب، ناخذ الكوره على اليسار وبعدين نسوي فليب يمين. اتوقع ان كذا الفليك والعكس يعني. الله العظيم، التحدي الاول صاحب جدا. اوكي، تو سويت شيء صح بس الحركه الثانيه غلط. اوكي، هذه مو مقبوله ابدا، واللي قبلها اصلا مو مقبوله، بس ما اعرف يا شباب. ادى التحدي هذا بسرعه، ان حسيت اني سبك مره. هو اوكي سبك بس يعني مو بهالدرجه يعني. اصلا عادي، اعطانا الكره فوق وثبتناها مره طيبه للحين. بعدين تقييمي لنفسي في هذا التحدي 0 من 10، من الاخر 0. وصلنا تحدي او تريننج يقول لك شادو ديفنس. طيب يوسع ليه؟ طيب هذا وش كذا بس؟ شادو ديفنس هذا اللي خبر انه بس تخلص الكوره، اتوقع انه كذا يعني غالبا انه دفاعيه. اوكي، كل شوي صعبها. طيب واصد صدات كويسه يا اخي. لا انا ابغى احطها في الجهه الثانيه. طب الجهه الثانيه، ايوه كذا صح، ابدا ما تحطها في النص لان كذا تخلي الخصم على طول يجيب هدف. اوكي، انا قلت ابغاها في الجهه الثانيه عشان كذا ودها بعيد مره. طيب للحين 20 تحدي، يا ساتر. والله على بالي كم تحدي يعني شوي، بس صار 20، والله كثير. طيب اللي بعده، جبنا العيد، هذه حلوه مره، احنا تقلبنا جبنا العيد زياده بس اوكي مقبوله. هذه حلوه مره مع اني تاخرت فيها وكان الكام على هذا. انا ما ادري ايش قاعد ابرر لكم بس صدق يعني كنت ناوي اني اكملها يعني دبل تاتش واني اروح على الجدار واكمل وذا. اوكي ممتازة جدا جدا جدا، هذه حلوة هذه حلوة، مشكلتها انها ضعيفة. لو اسوي فليب اتوقع بيكون افضل بكثير. هذه حلوة ممتازة هيلت، انا يعني اقول اوكي حلوة ممتازة ممتازة، هذه اكثر شيء قلتها في ذا المقطع. اوه يا العارضة يا ساتر، والله العارضة جامدة. اصبر خلينا نشوف العادة. طبعا بالعاده كل ما اجي تلعب اشغل باكس مود، لكن هالمره ما شغلت عشان ما يخرب عليك التحديات، لان في ناس كثيرين قالوا اذا بتلعب تريننج لا تشغل باكس مود ابدا انه بيخرب عليك. يو سوتر يو سوتر يو سوتر، ميزته انه اول ما تصد خلاص يوقف الكوره. ممتازه جدا جدا جدا. اوكي، اول مره اضبط الرول زي كذا يعني، حسيت اني فنان وانا ما فنان. اوكي هو اهم شيء نقشناه من فوق المرمى، خلاص امور طيبه، اهم شيء ما ثبتها في النص زي ما قلنا. لا هذا وش هي؟ ايوه كذا اخيرا، هذه زلخم يا اخي، انت تتحرك بالسياره تمشي شوي، انت متعود انك تمشي. لا
اوه حلو حلو، مع انها كانت بسيطه ان نازله تحت بزياده بس حلوه. اوكي هذه حلوه حلوه مره. لا جميل جدا جدا جدا. نايس والله نايس. اه صديق محمد ايش هذا؟ ايش هذا؟ فوف صديته قبل شوي والحين صديته مره ثانيه. والله نايس تحدي، نايس تحدي. هاي ضبط السيفات عندك. روح التحدي اللي بعده، التحدي اللي بعده يقول لك اير دراج وثلاث راوندات تقريبا. انا ما ابغى كذا، ابغى افضل، مع ان اللي قبل شوي ترى صح. مش بطالة هذه، مش بطالة. هو الحين اتوقع انه بيبعدها زيادة زي ما توقعت. لا انا ابغى افضل من كذا يا اخي. والله حلوة لو جت دبل. طيب انا ابغى افضل من كذا يا اخي، حرام عليكم. يعني صح اني مشيت فيها مشي ما ادري شلون. انا مشكلتي في اللف، لو تشوفون الايرول حقي دائما اجيب العيد فيه. ايوه 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 نايس. ابغى فوق تكفى. لا نايس، بدون اير رول بس ضبطناها، هجت فينا ضبطناها، هذا اهم شيء. نروح التحدي اللي بعده، بسم الله. التحدي اللي بعده يقول ادفانس ريباوند، تجيك كوره تطقها بوف دبل مثلا زي كذا. اوكي هذا ضبطناه من اول مره، عندنا كانت يعني سيئه شوتي. اسمع لي اوكي زي كذا مثلا، فهمتوا؟ فحلو حلو التحدي هذا، والله حلو مره. يعني بديك توزن سيارتك، بديك تسوي كل شيء. نايس 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 نايس، والله العظيم التحدي ذا حلو، اكثر واحد عجبني يعني بعد السيفات. يو عرضه والله حلوه كانت. نايس، شوف كيف وزننا لها قبل شوي، قاعد يلف يمين يسار، شوف كيف، والله جد جامده. هارد جول على طول. جول نايس نايس، ماستي من ذاك الموقع. اوكي يعني لازم نوزن كذا. مش بطاله مش بطاله صراحه، يعني مشي حالك، يعني طقه خفيفه هذا اللي اقصده. في نفس الوقت انا كنت ابغى المرمى على طول، بس سكت في الارض مشي حالك لانها كانت سيئه. ابغاها كذا على المرمى على طول دايركت، هذا الشيء الكويس. والله العظيم لو تجربون ذا ايش يسمونه التدريبات بتفيدكم مره. انا مشكلتي اني العب في التصوير في التدريبات وبعدها ما العب، فلو العب تدريبات دايم والله بيفرق لعبي مره. بس خلونا نشوف ايش تصير هنا، هل انها تصك بعدين؟ شكلها كذا، بس انا قاعد الكره اللي قبل شوي مديني اجيبها، بس انها اصعب من هذه بكثير. هذه بس انتظر وخلاص تصك في الجدار زي هذه. هذه كنا سكت في الارض بس ماشي حالك، حلوه مش بطاله. نايس والله العظيم مش بطاله، جميله جميله. اوكي هذه وش يعني كذا؟ اتوقع انها كذا. نايس اخيرا اخيرا يا رجل اخيرا. والله تاخرت فيها مره ذي. اوكي اوه هذا تحدي حلو، والله هذا تحدي حلو. انا كاني اتحمس شوي. نايس والله نايس. في ناس يحسبون ان استهبل بسالفه ان التعزيز هذا لنفسي، ترى جد ما لعبي عادي اقل من عادي بعد. نفس قلت قبل شوي، متى نسوي كذا؟ في ناس بيقول انت تحتم نفسك وانت لا، والله العظيم صدق اتكلم. لعبي عادي اقل من عادي بعد، لان متعود اني في الايام اطير طيران حق كومب، يعني اللي ما اضمن الكره ارجع على طول احاول. يعني مستحيل تلقى معك راندوم زي الناس، يعني يفهمك من ناحيه انك تطير وهو مو بطاير ذا الوقت وزي كذا. اوكي 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 هذه حلوه هذه حلوه هذه حلوه. نايس نحاول نسوي سيلينج مره ثانيه. لا هجت هجت هجت. اوكي أرض يا ساتر، أبغى مرتفع شوي. تكفون تكفون ضبطوها لي. والله قاعد اجيب العيد مرة اشوفها. ليش النقطة ما جت فليب كذا عادي؟ ليه؟ والله قار. نبغاها بطريقة معينة، يا رب انها تضبط معي.
والله العظيم بيرفكت. هذه اتوقع انا ريدايركت. والله العظيم مظبطه تك تك من ثاني محاوله. حلوه 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 حلوه. يا ريت ما تنسون زر اللايك واشتركوا في القناه كنتم مشتركين، وفعلوا زر التنبيهات اهم شيء، خلونا نوصل 800,000. ارجوكم اللي ما اشترك يشترك، فعل زر التنبيهات. يعجبكم المقطع لايك، ولا لايك تشوف في اس ال موقع ركت ليج تحت بالوصف، اللي يبغى يشتري اغراض ركت ليج رابط في الوصف، كود في اس ال يخصم لكم 3%. يعطيكم العافيه على المشاهده، ان شاء الله استمتعتوا، نراكم على خير، في امان الله، السلام.